مرحبا مرحبا، عندي فعالية ودي اسويها معكم. فاضيين؟ ايه لكم خلق. ايه وش ذا؟ لجي نو وش ذا؟ لا تقتربي، لا احد يقترب. بصور مقطع يوتيوب واحنا نلعب. اوكي وش هذا؟ تقتلين من الحماس ملي. وش دقائق بس. يشكرون ربي عشانهم، عشان ورزقهم. حسنتم، الحمد لله. وأنا أسجد ربي شكر إنه رزقني إياكم. أبسوي مقابلة مع ظهري. وش ممكن تستفيد من هذه اللعبة؟ استفيد إني بعدين مثلاً أصير مهندس معماري. ارفع صوتك. بعدين مثلاً أدرس عن المهندس كذا. أتعلم مثلاً. يصير مهندس ظهري. مهندس أي ودي. إن شاء الله. بإذن الله يصمم بيوت. الغالي المائي. طيب وش رايك تصير مهندس سيارات؟ زينها السيارة ذي القلبة. إذا تعلمت البيت بيت، تعلمت السيارة سيارة. يعني راح تدرس الهندسة بشكل عام وبعدين اللي يعجبك تتخصص فيه. إذا أكثر شيء يعني عرفت من عن السيارات أكثر شيء أسوي سيارة. حلو، ممتاز. بعدين تروح تشتغل عند لكسس إن شاء الله، تصمم لهم سياراتهم. أجي أهم شيء لكسس. ببلاش لك يا ماما. الله. ببلاش. الله. سلام، صمم لي واحدة فريدة يعني متميزة عن الناس. إيه أبغى أسوي لك سيارة برتقالية. فراد. وأنت يا ميسو وش ممكن تتعلمين من هذه اللعبة إن شاء الله؟ إني أكون مصممة ديكور زي كذا. الله، قاعد تسوين كوخ. طيب. إن شاء الله. يا استمتعي فيها. محاكم الشخصيات اللي يقوا بعيشهم حياك. الرفاهية. طيب ترى هذه آخر لعبة اشتريها لك كهدية. خلاص إن شاء الله لو خلصتي سادس أشري لك أشياء تناسب الكبار. خلاص يكفي عندك هذه. وانت يا نوت كيف ممكن تستفيدين من هديتك؟ زي فيها غرفتي، ألصق أشياء، زي ملابسك، أدواتك. أي. طيب ممكن هل فكرتي أو هل تفكرين إنه ممكن تفتحين متجر فيها؟ إن شاء الله إذا تطور يعني قابل مثلاً أصدقائي عجبهم شغلي وصار حلو وكان سهل علي إن شاء الله أفتح متجر. ممكن يطلبون منك زينين لنا، زينين لنا في. خلاص أوكي، ببيع عليكم. لس. إن شاء الله. بس طبعاً أخوانك. أخوانك تدبلين عليهم فلوس. إيه أدبل عليهم أكيد. لا لا لا. لازم توصيل من الغرفة لين الغرفة. صح طبعاً، رسوم التوصيل 30 ريال. أنا المندوب ترى يا نوت عندك. 15 ريال. ميسو أنا المندوب عند نوت، تعطينا النسبة. أعطيك كنت من النوم ولا ضاري يلبس جزمته بيطلع للنادي، ما عمدان أشوفه. صوت لي يقولي ماما خذي الرسائل اللي فوق تسريحتي، مدري والله وش السالفة. المهم جيت لمهن ولا ما شاء الله هالصفة، موجب سالب موجب وش السالفة. عنده شحنات كهربائية هنا. شكرا يا وفاء على المسابقة. أي شيء؟ شكل الحماسية. الحماسية. الله يا حبيبي. طيب الثانية شكلها شكرا اليوم. بسم الله عليه ما شاء الله. الله دبليو حرف. أول مرة أشوف مثلها. شكل الهدايا قصده. دي. حرف دي. حياتي له يحب يحب يعبر عن مشاعره بالقلم والورقة. إن شاء الله تبارك الله. وأنتم كيف تشكروني؟ تعزموني على مطعم سنة؟ كذا تعزموني على عشاء؟ أيوه على أغلى مطعم. حلو. اليوم ظهري عندهم يوم التاجر بالنادي الصغير. وسويت لك درعة. قلت له بشيك شبسات من البقالة تبيعين. قال له أبي تسوي لي ذورة ولا حلا يبي شيء من مطبخي، يبي يزعجني بس خليني أطبخ. أنا أحبك، أنا طبخك هذا حلو. يا بعد قلبي جيت غصبت نفسي وأنا توقع من النوم أنا خلق وزينت له ذورة. ضاري نشكرك شكرا جزيلا لأنك أعطيتنا على الناس ذورة. ما شاء الله ذولي عاد قال لازم نذوق. يلا مشينا. يلا.
يلا كان على الله. أكون جنب محل صالح بالضبط. إن شاء الله. محمد يكون جنب محل. تستمتعون إن شاء الله بوقتكم السعيد بإذن الله. مرحبا، اليوم عندنا عارية التاجر الصغير. اليوم غاري بيصير بزنس مان، يعني بيكسر السوق. كذا في التاجر الصغير كذا مثلا حاط أغراض اللي تبيها، على ذرة حلويات فضائية كذا، بعدين تحطها بالطاولة وتبيعها. أنا طبعا أخطف ذرة، أحب الذرة. أنا السبت يقولون عندنا رحلة نروح إلى شاليه كده منتجع، وهناك في تحديات وكده، واللي بيجيب حالة واللي بيجيب سينابو، وهناك في ألعاب كرة طن، ويقولون يعني تحمس مرة السبت إن شاء الله بإذن الله. الله يسهل أمرك. هو شو الحماسة؟ تحمس أسوي أغرف. ترى الحين أسبوع إن شاء الله، وباقي الأسبوع الثاني وخلاص تخلص النادي. طبعا ناتو ميسو خلصوا بصمة فتاة. هم كانوا يبون شهر زي ضاري، بس إنه خلاص راحوا أسبوعين وقالوا يعني تقريبا، ولا قدرت أضغط عليهم يعني أقول لهم لازم غصب، عشان الحين جاي المدرسة بعد باقي 3 أسابيع للدراسة، فقلت خلي رايحين ويعيشن فوضى الأيام بعدين عشان تحمس الدراسة إن شاء الله. كم بتبيع الكوب؟ الكوب الواحد بريالين. جميل. أو 3 ريال قرر هنا. 3 ريالين. إذا عبيت الكوب شوي بريال يمكن. وإذا عبيته كثير. لا أنا ما أنصح. شوف خلني أعلمك. خلي السعر ثابت ريالين. الكوب ما يكون ممتلئ جدا. يعني حول الامتلاء. خلاص. وبريالين بس. لكن لجاء واحد مثلا قال أنا ما معي إلا ريال وأنا مر ودي بذرة. يعني قدر. أخذ له شوي. تخفض له ولا ما تخفض له؟ خليه بريال شوي. لا احط له شوي واخليه بريال. صح حلو. شوي يعني قصدك النص، يعني نص الكميه. اي نص الكميه. او صح تخيل حبه تفضل. تحمس بسرعه ماما انطلقي. تبيني اصير طياره انت؟ اي من البيت وانطلقي انطلقي. اي ابيك طياره. يلا الحمد لله السلامه وصلنا. استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. انتبه على نفسك حبوبي. جاهزين ما شاء الله. بدي ادخل اشري اول ما اشي من ظهري. نشجع. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ان لهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. المسات ميسو ان شاء الله. ترتيب والتنظيم كنك انا ميسو وارثه التنظيم مني. استكارات ودنيا. انا ماما نشبه بعض، الحرف بس نقلبه، والنظافة التنظيم واللون نفس بعض اللون، كل شيء تقريبا، والشعر نوع الشعر تقريبا، والترتيب اي ترتيب كل شيء. وريني شوف طبعا توني مبتدئة. زمان وانت مبتدئة وين انجازة؟ حسبك سويتي نصها. شو البسة ذي السودة تصيح تقول ليش ما جيتيني؟ اي هذيك الله يرحمها، هذه اخر واحدة يا عمري طالع نصها. نصها هنا. اي والله طيب. النص هذا حق هنا. كيف اشرحي لنا عن هذه الاداه؟ ما ادري انا زين. هي لوحه. نعم. زين. طبعا هي لوحه كانها قماش وكانها سماط، زي سماط وزي مي بورق يعني مي بورق. ايوه. صور نوت موناليزا وظهر سياره وانا بسس. اي مقاسها تقريبا هنا يمكن 30 سنتي، هنا مثلا لا هنا 30 وهنا يمكن 40. خلينا نشوف شبر حركة الأمهات. شبرين وهنا يمكن شبر ونص. أشوف شبرين بيدي شبرين وبيدك شبر ونص صغير عشان هيك. طبعا يحطون على الرسمة لاصق علشان يمسك الكريستالات، ما أدري الخرزات شو يلصق. إيه مثل هذا. ايه يجيبون هذه مثلا دبليو حرفي دبليو، بس اللون مو بحلو اللون.
وبعدين يلصقون ويمسكين. طبعا هم الصغيرين يحطون عليها الورق الزبدة هذه وضاري بعد يحطون عليه لاصق عشان ما تخرب، لأنهم يجلسون شهر وهم يشتغلون عليه. شوف هذا الكمية مشرط مثلا قطعتها بالمشرط، يقطعون بالمشرط كذا ويشيلون الورق الزبدة بعدين يبدون يلصقون. بس لازم ما نضغط بقوة عشان ما تخرب نفس اللوحة. وهذا واللي ما يشتغلون عليه هذا مغلف كله ما يخرب عشان ما يخرب اللاصق. يلا جدي جدي قوة، يلا نفرات، هذا كله تنظيف كويس، هذا في فرشة نظيف مدينية. أنا يعطي بلوس انت. ميزة صغيرة أنا بكم عندها طاقة. أنا يعطي 2 ريال انت بس. لا أنا بكم 100 ريال. هذاك نفر هناك ما في شغل كويس. وتر كمل هو. أي نفر ما في شغل كويس أنا أسوي وتر موية. تملوا الله يصلحكم. يلا يلا بسرعة لا نسلف بالماء. ميسو وضاري سمكات يبون يرغبون بالماء. سلام 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 ولا ها ولا ها خلاص أتوب ولا ها خلاص أتوب أتوب أتوب. طيب شوي بس هذا بيكون شوي بس أتوب أتوب مدري تيدي ايدي ما ادري ايش جهه تحركت ايدي لا لا تكفون يا حبيبي والله خلاص. احب اشكركم على المساعده. خلاص خلصنا تفضلوا مع السلامه. شكرا لكم. شكرا 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 ماما. اهلين وسهلين بالحلوين، صباح الخير، توقيتنا العصر. بكره ان شاء الله عاشورة، وش رايكم؟ يصوم. وش رايك؟ من ودي يصوم؟ انا بسم الله توكلنا على الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أظلم أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل وريب. يا هلا والله بضاري اللي مشورني. رايح صالح الحين أمس شايفين صالح الله يصلحك، واليوم بعد هو فرض. أنا ودي أروح وبقول متحمس لصالح. وش رايك تقول الخال وخالد يشتري لنا بيت جنبهم، بيت ملك جنبهم، ونروح نسكن فيه عشان كل يوم تروح تصلحي. تقعد عنده 10 ساعات. ايش رايك؟ خلاص قل له هو يبني لنا احنا بعدين. هو يبني لنا الا وقل له نبي يعني تقريبا البيت هذا يكون مليون مليون ونص. ايش تقولي له بعدين؟ ما يكون بيت خرابيط. اي بس قولي بعدين شعبي ولا خيمه؟ ما ابو ارض. كيف ما ابو ارض؟ يدور لنا ارض حولهم جنبهم يمين يسار، أرض للبيع ويشتريها لنا ويعمرها لنا، وإذا ما لقى يعمر لنا بحوشهم. شوف الحوش حقهم صح في مكان في الثيل هذاك اللي أنبوب كورة، هو يخليها كذا قطعة لنا ويعمر يحط بها فيلا ويأثثها. بعد لازم يحط بها أثاث من إلى. صراحة أنا مخي أثث يعني، أنا مصدعة ومشغولة وكذا، فأبي أجي كذا أنا وقشي وشناطي
بس ملابسنا ندخل في الفيلا ونسكن فيها. طيب خلاص كله الحين. لو انت قولي له الحين رحت له ابيك موضوع خاص يا خالو. لا انت قولي لا انت زين عشان اما كانت صديق صلوحي بيوافق هو على طول. اذا قلت له انت بيوافق على طول لانك انت صديق ولده. انا بيرفض. انا ما همته الاخوه، هو همه ولده. الاولويه عنده ابني اولا بعدين اختي. فانا بيقول لي لا لا انتم مش رو انتم انتم. بس لا. انت لو قلت له بيقول تم خلاص، لانه كذا يصير عيونه قلوب حب لانه ولده يحبه كذا. لا وراك انت مستوعب الفكره، ترى سهله الفكره ومعقوله. ما بفرق الأب الابن والأخت. الأخت أهم. الأخت أهم. يا بعد قلبي أنت عندك الأسرة العائلة عندك قيمتها مرتفعة في قلبك. هنيك الصراحة. بس ما أقوله. إن شاء الله بقوله. حتى البقر على قرونها. البقر. سخن البقر. وش البقر؟ البقرة. البقرة بيحجون على الحج. ها؟ في يوم من الأيام. سيأتي زمان والبقر تراهم قدامك كذا يروحون يحجون في مكتوب بالقرآن؟ لا مكتوب بالأساطير. أساطير خرابيط. الأساطير احنا نصدق الأساطير ونؤمن بها. ولا وما يحجون على رجلينهم ترى، لازم البقرة تقتلب على قرونها وتحج. إذا على رجلينها لا ما راح أقول، لين تحج على قرونها. تخيلت الموقف؟ اي كنت تمشي بقرواني كنت طيب يلا شوفوا كيف بنزل الطريقة. الله يصلحك بخرب حزامي. خلصت. أنا استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا غش اسمه. ابلغ المرور عليك والشرطة والدوريات والأمن العام والصاعقة. هلا هلا. خربت عليك جلستك؟ خربت عليك سهرتك؟ كمل عشاك بالبيت يلا. هلا بالزينك حلى العين. معليش خربت عليك عشاك ومريتك بالوقت الغير مناسب. ما دريت انكم تعشون الحين. يلا تكمل بالبيت عشان اكل معك انا. يا هلا والله. طلعت لي اللعبة المفضلة لي والله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نفس اللي عندك بس شكل ثاني. تعطيني اياها صح؟ اعطيك هذه.